رئيس الاستخبارات الفرنسي السابق بيرنارد باغولي بيقول انه عمل كتاب اسمه الشمس لا تشرق من الشمس من الشرق، قال فيه ان بوتفليقة بيعيش بطريقة اصطناعية وان البلد على حافة حاجة صعبة للغاية او هشة صعبة للغاية. السؤال كيف يحكم بوتفليقة اذا كان يعيش بطريقة اصطناعية؟ شوف هذا اولا لازم نفهم لماذا كتب باغولي هذا الكتاب. هذا بالطبع معروف، هو كان سفير في الجزائر وكذلك كان مسؤول جهاز المخابرات الفرنسي. هذا مسألة ابتزاز. احنا نعرف بان الغرب غير صادق في حديثه عن الديمقراطية ولا في حديثه عن الحكام. الغرب إذا مصالحه مضمونة فهو الذي يحمي الأنظمة الدكتاتورية ولا الأنظمة غير الديمقراطية، ولكن إذا عنده مصالح غير محققة على هذه البلدان العربية فإنه سيضغط عليها وسيبتزها لعدم ديمقراطيتها، لمساسها بحقوق الإنسان. يعني هذا باغولي، هذا يعني لا نسمع كلامه ولا يمكن أن نعتبره، لأنه يبتز. لماذا يبتز؟ لأن في انتخابات رئاسية مسبقة، فيه إرادات دولية متعددة تريد أن تؤثر يعني في التوجهات السياسية في البلد، وهو يريد أن بلده يأخذ يبقى مسيطر وله وصاية على البلد، لأن في فرنسا لوبياتها تشتغل في الجزائر. بس في كلام في الصحف الجزائرية النهاردة عن خلافات ما بين الجزائر وفرنسا، ما عرفش المشكلة فين. لا في يعني الآن في خلافات، لأن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في حرك كبير داخل الدولة، داخل المجتمع، وفرنسا بالطبع فرنسا الآن ليست في أحسن أيامها في علاقتها بالجزائر. يعني فيه قوى صاعدة على مستوى الدولة وعلى مستوى المجتمع، قوى إسلامية، قوى ليبرالية، قوى وطنية يعني ضد الوصاية الفرنسية على الجزائر، ضد استمرار الهيمنة الفرنسية، ضد استمرار الثقافة الفرنسية في الجزائر. هؤلاء جميعا يريدون أن تكون العلاقة بين فرنسا علاقة عادية مبنية على قاعدة رابح وقاعدة الندية. يعني أما أن تستمر فرنسا مسيطرة على القرار، يعني إحنا لا نريد أن تستمر هذه السيطرة إلى أن نصبح مثل ما يسمى بالفرنس أفريق، يعني إفريقيا الفرنسية، حيث شركة أريفا يعني اليورانيوم يعني مسيطر على العديد من الدول، على النيجر، على مالي، ومسيطر على العديد. بس الرجل قال كلام